أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء العاشر في سلسلة أفلا تذكرون، وكما عودناكم دائما نحاول أن نتذكر آية قرآنية أو حديث نبوي شريف، يعني نسعى من خلال هذه اللقاءات أن نتذكر معا ما أنبأ به القرآن الكريم والسنة المطهرة، لنعيش حياة مطمئنة ولنلقى الله عز وجل وهو راض عنا. أيها الأحبة، واقعنا اليوم واقع للأسف مختلف تماما عن الواقع الذي كان قبل 1400 سنة. ففي أواخر يعني عهد النبي عليه الصلاة والسلام انتشر الإسلام، ويعني بدأ قويا وانتشر في الجزيرة العربية، وأصبحت كل الأمم تحسب حسابات كثيرة لهذه الأمة الإسلامية الناشئة القوية المتمسكة بدينها. ما الذي حدث؟ نجد اليوم أن المسلمين يتقاتلون، نجد أن الأمم كلها تحاول أن يعني تحيك المؤامرات ضد الدول العربية والإسلامية. نرى بأعيننا كيف أننا نعيش مرحلة من الضعف علمياً وثقافيا واقتصاديا وتكنولوجيا على مختلف الأصعدة. طيب، هذه الظاهرة لم تكن موجودة لا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده بمئات السنين. طيب، هل يعقل أن هناك إنسان يستطيع أن يتنبأ بواقعنا اليوم؟ نعم، هو إنسان واحد فقط متصل بوحي السماء، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الأحبة إلى هذا الحديث الشريف. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. انظروا إلى التشبيه الدقيق، كل واحد يرى واقعه اليوم وواقعنا مرئي. النبي يقول: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، تتسابق لسرقة خيرات هذه الأمة، لإضعاف هذه الأمة. ينبغي أن ننتبه أيها الأحبة، ينبغي كل واحد منا، المسلم كيس فطن. النبي يحذرنا، انتبهوا، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني تصوروا مجموعة من الناس يجتمعون إلى قصعة، إلى وليمة، وينهشون، الكل يريد أن ينهش. طبعا الصحابة استغربوا رضوان الله عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، فارغ من الداخل. الغثاء نجده لا قيمة له، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أنا أود أن أتساءل أيها الأحبة وأقول: والله إن هذا التشبيه دقيق وبليغ، ويعجز أبلغ البلغاء عن وصف وتصوير الواقع الذي نعيشه اليوم بهذه الكلمات القليلة والمعبرة كما صوره
حبيبكم عليه الصلاة والسلام، فقد استهانت بنا الأمم، وأصبح المسلمون أكثر شعوب الأرض للأسف تخلفا بعد أن أعزهم الله بالإسلام. طبعا سبب ذلك أيها الأحبة الابتعاد عن تعاليم هذا الدين، لأن مصدر قوة المسلمين هو التمسك بتعاليم القرآن العظيم، فعندما تبتعد عن هذه التعاليم يصبح مثلك مثل الملحد، لن تستطيع أن تتغلب عليه، لأنه هو يعمل من أجل الدنيا ويعمل أكثر منك ويفكر أكثر منك، فلن تستطيع أن تقهره إلا إذا اتبعت تعاليم هذا الدين، لأن هذه التعاليم من الصدق والعدل وعدم ظلم الناس وعدم أذى الناس وحب الخير للآخرين والتسامح مع الآخرين. هذا هو الإسلام أيها الأحبة، ليس أن نحكم أن هذا كافر وهذا مؤمن ونوزع الأدوار ويكفر بعضنا بعضا. هذه هي النتائج التي نراها اليوم. النبي لا يريد منا ذلك، يحذرنا ويقول عليكم بتعاليم هذا الدين الحنيف، لأنه هو الذي سيضمن لكم السعادة والحياة المطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذلك إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة عليك أن تتبع تعاليم هذا الدين. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم والله كأنه يعيش بيننا، يصور لنا واقعنا بشكل يعني عجيب. فالمؤمن التقي مبتلى، وطبعا أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. تجد اليوم أن أصحاب يعني الذين لا يفقهون شيئا تجدهم سعداء. تجد الإنسان الذي يعني هو إنسان جيد وطيب، ربما تجده تعيسا نوعا ما، ولكنه سعيد بصبره على هذه الدنيا. الحقيقة أيها الأحبة، يعني هناك سعادة دنيوية ظاهرية يتمتع بها كثير من الذين يتصفون باللؤم والخسة والغدر والكذب، ولكن السعادة الحقيقية لا يعيشها إلا المؤمن. طبعا أيها الأحبة، هناك حديث يعني عجيب جدا رواه الإمام الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. اسم غريب أطلقه النبي، لكع ابن لكع. ففي اللغة نحن نقول كلمة اللكع تطلق على اللئيم والخسيس ودنيء النفس، من لا حسب له، من لا يعرف أصله. طبعا أيها الأحبة، نهاية العالم ستشهد الكثير من الأحداث، مثل اشتعال البحار، تفجير هذه البحار، كثرة الزلازل، طلوع الشمس من مغربها، فتن كثيرة ستظهر كقطع الليل، يعني تجثم على صدور المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. هذه الفتن ينجي الله منها من الذي يثق بالله. إذا كنت تثق بالله وقدرة الله عز وجل على أنه قادر أن ينجيك، سينجيك الله سبحانه وتعالى، اطمئن.
وكل من فقد ثقته من هذا الخالق العظيم ستجرفه هذه الفتن مثل الموج، موج البحر أو موج السيل. لذلك أيها الأحبة، نحن نقول كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن سعداء الدنيا، طبعا هو ربط السعادة بالدنيا، لم يقل، انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم دقيق في كلامه، لم يقل أسعد الناس، يعني النبي قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا، انتبهوا، أسعد الناس بالدنيا، لكع ابن لكع، أي الدنيء جدا. فهذا الإنسان وصفه النبي بأنه سيكون سعيدا بالدنيا، سعيد، تجد لديه الأموال، تجد لديه كل شيء، بينما الذي يكون سعيدا سعادة حقيقية هو المؤمن فقط. السعادة الحقيقية لا تكون إلا للمؤمن أيها الأحبة. فسؤالنا كيف علم حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن السعداء الدنيا، هذه السعادة الظاهرية المؤقتة، يعني هم أشقى الناس حقيقة، ولكن ظاهريا تظنهم أنهم سعداء، يملكون المال، يملكون كل شيء، وهم سعداء ظاهريا، ولكن في الحقيقة هم تعساء في داخلهم، لا يمكن أن يحصلوا على السعادة الحقيقية. طبعا أيها الأحبة، هناك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو أردنا أن نستعرض هذه الأحاديث كأنه يعيش بيننا، يصور لنا الواقع. هذا الحديث ورد طبعا في السلسلة الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، صلى الله عليه وسلم، واقع نعيشه اليوم. طبعا أيها الأحبة، يعني والله الإنسان يتألم من هذا الواقع، ولكن أنا دائما أتساءل عندما أقرأ مثل هذه الأحاديث، يعني عندما يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول ويظهر التحوت، شيء غريب. قالوا يا رسول الله وما الوعول وما التحوت؟ لفظ جديد نجده اليوم، أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. قال عليه الصلاة والسلام الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. تجد إنسان نكر لا شيء، فجأة ظهر، أصبح من أرباب المال والاقتصاد والإعلام وغيره، كيف حدث ذلك؟ طيب كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء؟ يعني في زمن الجاهلية وفي فترة صدر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معروف كان أشراف قريش وأشراف بني فلان وبني أمية وبني كذا وبني كذا، معروف يعني. فلا يمكن لشخص عبد أو شخص كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم التحوت، يعني شخص تحت، يعني اجتماعيا تحت، يظهر فجأة ويصبح من أعيان الناس ومن مشاهير الناس، هذا الشيء لا يمكن لعقل أن يتصوره. لذلك سألوه فقال والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم، يظهرون على القوم. والله صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم اليوم كلكم تفهمون عندما تشاهدون
مثل هذه الظواهر أيها الأحبة، أنا أستغرب كيف تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بها، كيف حدثنا عنها وأنبأنا عنها، وربما كثير منا لم يسمع بهذا الحديث مع أنه يراه في الواقع من حوله. تصوروا أن رجلا يعيش في القرن السابع الميلادي، هذا خطاب للمشككين، لمن ينكر نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ينبئك هذا الإنسان، هذا الرجل الرحيم، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ينبئك بأن هناك أناسا الأمين سيخون، ونحن نشاهد اليوم، والخائن سيؤتمن، ويعني تجد أناس كانوا في الأسفل أصبحوا فوق، وهكذا. مثل هذه الظواهر التي نراها اليوم في العالم كله طبعا، يعني هذه الظاهرة لا تختص ببلد أو بمنطقة أو بمدينة أو ببقعة، لا، هذا الأمر نجده حتى في الصين وفي أمريكا وفي كل مكان. فهذه الظاهرة العالمية التي يعني انتشرت اليوم، تجد إنسان كان معدم أصبح من أصحاب المليارات لسبب أو لآخر. هذا الشيء لم يكن مألوفا أو معروفا أو متوقعا في زمن الجاهلية أو في صدر الإسلام، فكيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل مادي ملموس أيها الأحبة على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة، يعني والله عندما نتأمل هذه الأحاديث، أولا أنا كمؤمن أرتاح نفسيا لأن حبيبنا عليه الصلاة والسلام حدثنا عن هذه الظواهر وقال إنها ستكثر وهي من علامات الساعة. الشيء الثاني، أذكر الله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا أي شيء غريب، أي شيء لا يتقبله العقل، أن نذكر الله تبارك وتعالى، أن ندرك أن الساعة قريبة، لقاء الله قريب، فنستعد لقاء الله. تصور أخي الحبيب أن مخططاتك، دراستك، عملك، كل شيء يمكن أن فجأة يتوقف، فلماذا تسارع في هذه الدنيا؟ انتبه قليلا، جهز نفسك للقاء الله، اعتبر أن لديك لقاء مع الله، ولكن هذا اللقاء غير محدد، لا تعلمه، في أي لحظة ممكن. كن دائما مستعدا للقاء الملك سبحانه وتعالى، في كل لحظة جهز نفسك لتلقى الله وهو راض عنك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هذه الآية وردت في سورة العنكبوت التي هي سورة مكية، لم يكن جهاد السيف قد فرض. ما المقصود بالجهاد هنا؟ المقصود به جهاد العلم وجهاد النفس وجهاد الصبر، الصبر على القلة، الصبر على قلة الأموال، الصبر على الغلاء، الصبر على بعض الظواهر التي لا ترضى عنها. اصبر، لأن الله تبارك، لأن الجهاد الصبر من الأنواع الكبيرة للجهاد في هذا العصر، أن تصبر، يكون لديك صبر، عدم تسرع. تسامحك مع الآخرين هو نوع من أنواع الجهاد أيها الأحبة. حب الخير لأخيك هو نوع من أنواع الجهاد. إذا سمعت حديثا نبويا وبلغته لغيرك، هذا نوع من أنواع الجهاد أيها الأحبة، بل هو من أكبر أنواع الجهاد، لأن الله تعالى في سورة الفرقان التي هي سورة مكية قبل أن يفرض الجهاد بالسيف، فرض الله الجهاد بالقرآن. هل تعلمون هذه المعلومة؟ الله تعالى يقول في وسط آيات كلها تتحدث عن البحار والسماء وآيات كونية فيها إعجاز علمي، وضع في وسطها آية
قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه جاهدهم به أي بالقرآن. وماذا سماه الله تعالى؟ سماه جهادا كبيرا. هذه هي المرة الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها الجهاد الكبير. ذكر مع ماذا؟ مع القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني إذا أردنا أن نسأل سؤال نختم به هذه الحلقة، ما هو الجهاد الكبير؟ سيدنا ابن عباس يقول هو الجهاد بالقرآن. كيف نجاهد بالقرآن؟ أن نطبق تعاليم هذا القرآن ونبلغ هذه المعجزات وهذه الآيات القرآنية وما فيها من إعجاز وما فيها من علم، نبلغها لمن لا يعلمها، وهذا هو الجهاد الكبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم وإذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نسألك يا رب مزيدا من الإيمان ومزيدا من التسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي حديث بعده